أهلا بيكم معنا النهاردة شخصية جديدة من متحدي الإعاقة. بطلتنا النهاردة شخصية النهاردة بتتمتع بروح مرحة ونفس راضية، بتحب الحياة وعندها ثقة كبيرة قوي في نفسها، وعشان كده دايما الابتسامة مش بتفرقها. وده مؤكد لأنها بتتمتع بقدر كبير من الصحة النفسية، وياريت كلنا نهتم بالصحة النفسية للمعاق عشان ده بينعكس على نظرته لنفسه وللمجتمع اللي حواليه.